السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا وياكم بعدنا في موضوع السوكت. هذا آخر example احنا راح ناخذه في موضوع السوكت وننتقل على موضوع آخر. اليوم ها أيضا راح نعمل بعض التطويرات على الشات اللي عندنا اللي نتعامل مع السوكت. خلينا نقول ندخل العملي رأسا. أول مرة نعمل السيرفر شات، بعد ذلك نعمل الكلاينت شات. نقول سوكت سيرفر اللي حيكون SS يساوي new socket server new socket server، وحيكون في داخل البورت مثلا 1.2.1.2.4.8. هذا يمكن خطر شوي علينا، 8.2.9. اوكي، حتى يعني متأكدين من ما مستخدم في غير تطبيق. نعمل سكت، نعمل تربع لك هنا. خلينا نشوف سوكت سيرفر اس يساوي نيو سوكت سيرفر. اوكي حلو زين، شنو المشكلة؟ ما تعرف تسوي امبورت؟ لانه ماكو شيء اسمه سيرفر سوكت. يا ناس يا عالم خليكم منتبهين وياي. طبعا هذا النايبر مالتي جيراني مسوي لي مشكله كلش كبيره ودي يشوش عليا فعلا. ومشكله هي شنو؟ انه انا عندي ساتلايت، اقول له اعطيك الساتلايت وتصفح القنوات اللي تريده، يقول لي لا يتابع الارضي. فالارضي كل شويه يعمل وشه وشه وشه، يزعجني ويخليني ما اركز. فيمكن راح اروح اسوي له فد شيء، اقول له اخذ الساتلايت اللي عندي، انا ما استخدمه يعني، انا دائما اقرا. يقول لي لا اريد ابغى على التلفزيون الارضي. المهم هنا نعمل مثلا، خلونا نعمل بعض الزغرفات. اليوم موضوع بهارات وزغرفات وحب اشتكالات. خلونا نضيف مثلا خلينا نقول server is listening صح، بس هنا ماكو اي ان واحدة مو دبل ان، listening. جميل، ونعمل فت نقاط يعني فتشي معتبر يعني على اساس connection وشغلات صاخبة. بعد ذلك شو راح نعمل هنا؟ أنا هنعمل السوكت سوكت اس يساوي ال ss dot accept صح، فرز منقطع. هذا كل احنا ماضينا. بعد ذلك شو راح نسوي؟ تعال الفصل الثاني، هنا هنعمل output stream. هذا الاوتبوت ستريم حيساوي لك نيو اوتبوت ستريم. طبعا الاوتبوت ستريم المفروض يكون عنده اسم. اوتبوت ستريم حنسميها او اس، اي بمعنى اوتبوت ستريم. دير بالك تخربط، مو اوبريشن سيستم، اوتبوت ستريم. هذا الاوتبوت ستريم بدل ما نعمله نيو احنا ممكن نقول له مثلا السوكت اللي هو الاس الاس دوت get output stream. حلو، فارس منقطة. هنا أنا نعمل output stream to output. ليش هان شون كاتبة output stream؟ غلط، هذا الستريم. اوكي هسه صح، لان لازم يجيب الاوتبوت ستريم، انا كنت ناسي اكتب التي. anyway فبهالحاله احنا عملنا الاوتبوت ستريم زين اللي راح ينقل. يبقى شنو؟ يبقى اعمل هستخدم شيء اخر اللي هو اوبجكت، بما انه احنا كل شيء مرخص لنا في الجافا. الجافا الجميل بها انه انت ممكن تعمل اشياء كثيره. اوتبوت اوبجكت اوتبوت ستريم هذا حيكون object output stream يساوي new
حيساوي new object output stream وفي داخله منه ال OS اللي هو output stream enter يبقى هنا شو object output stream okay هنا هذا capital لازم object output stream هذا ايضا new object output stream هسه حيقول لي import صح حلو بعد ذلك شو راح نعمل؟ راح نعمل input stream الطرف الثاني يعني احنا نرسل ونستقبل chat بالطرفين فحنعمل input stream بما انه احنا عندنا output stream input stream حيكون يساوي لك input stream اللي هو is مثلا input stream دلالة على input stream حيساوي لك socket.get input stream فارزة منقطة نعمل enter هالمرة نحتاج object input stream object input stream object input stream حيساوي لك a new object input stream بين قوسين منه ال input stream جميل هسا عرفنا ال connection بين الطرفين input stream هحتاج انه اعمل import هذا import input stream لاحظ طبعا هاي جيبه من مكتبة اللي هي org.omega cobra portable input stream مكتبة أخرى خارجية الكوبرا هاي باكيج خاص فنجي بعد ذلك نعمل هنا أنا أيضا input stream هذا import جميل جدا حلو طبعا هاي ممكن تقرا عنها اوكي الكوبرا مكتبه الكوبرا للامبوست ستريم عادي شلون احنا عندنا كان الاباتشي تذكرونه الكومن اباتشي هذا نفس الفكره فهذا للانبوت فنجي هنا ايش راح نعمل هنستخدم البفر البفرد ريدر buffered reader اللي هو البي ار حيساوي لك new buffered reader في داخلها new input stream reader system dot in فارزة منقطة حتى كل عيب نعمل هنا import للبفر ريدر buffered عن ليش انسى الكابيتال buffered نعمل import buffer reader نعمل import جميل perfect هسه نجي هنا بعد ذلك شو راح نحتاج راح نحتاج الوايل على مود شنو يعني يكتب بين الطرفين هذا احنا نعرفه شرحنا بدروس السابقة حامل string اثنين string حامل مثلا string للرسيف وstring للسند يعني الرسالة اللي استقبلها والرسالة اللي ارسلها ففي هذه الحالة انا ممكن اسميها rmsg اي بمعنى الرسيف مسج اللي استلمته وممكن اعمل السند الارسال smsg اي بمعنى الرسالة اللي انا راح ارسلها اوكي فهذول الرسائل شو راح تكون اكيد حتكون string صح بعد ذلك اجي اعمل الوايل في الوايل كنترول سبيس خلينا نحذف هذا الوايل احتاجه with condition في داخل الوايل اذا كان true فلنفرض اوكي عفوا true اي بمعنى ما لا نهايه لحد ما تضغط كنترول سي زين المسج اللي انا راح استقبله من المستخدم من الـ من الـ من الـ من الـ المستخدم اللي موجود في سيرفري انا هسه صاحب سيرفر هسه المستخدم يريد يرسل لي اي شيء اوكي انا كيف استقبلها راح اعمل اول خطوه فمن طرف الكلاينت يعني اذا هذا اعتبرناه كلاينت اوكي شو الاشياء اللي انا احتاجها سيستم طبعا هذا مو برمجه الكلاينت هاي برمجه السيرفر قصدي بالكلاينت اي بمعنى الاشياء اللي راح استقبلها من الكلاينت من التكست اوكي فالنصوص دوت برنت لاين
فارزة منقطة، أكتب هنا مثلا waiting clients to be connect نقطة. جميل. waiting أو waiting for client، waiting for clients okay to be connect أو to connect okay ما عندك مشكلة. هنا أجي في أيضا الكلاينت أحتاج إنه أعمل if هعمل شرط. هذا الشرط شو يقول؟ يقول ال r message يساوي casting هعمل string OSI OIS اللي هو object input stream dot read object. هعمل read object. زين، هذا المسج اللي موجود في داخلها من ال r message receiving المسج اللي انا راح استلمها من ال client اوكي. هذا المسج، هذا ايضا هذا المسج مفروض انه ما يساوي النول، ما يحتوي على ما يساوي لك النول، واستقبل الكلام يعني مو يضيفني فراغات اوكي. ففي داخلها شو حيكون؟ طبعا هنا عندي مشكلة. read object اوكي read object so what is the problem ها through declaration. حلو. بعد ذلك اجي هنا في داخلها شنو اللي حمله هنا في الاف اذا ما كان فراغ، اذا كان تحتوي على كتابه receiving message اوكي اذا شو راح تعمل؟ راح تعمل الاظهار في طرف السيرفر في طرفك انت. اذا حتعمل system dot system dot out dot print line اوكي. خلينا نشوف الوقت، جوازنا 12 دقيقة، نوقف ونكمل تسجيل الدرس القادم. مع السلامة.